طلعت لي ورقة غريبة جدا شوية، يعني لفتت انتباهي. بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس، أكو شيء أو رحيل مفاجئ، فقدان مريت بيه، أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان لمكان، أو من علاقة لعلاقة، أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة. طبعا هاي قبل ما أحكي الطاقة العامة، بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت أنه أقوله قبل ما أبلش بالقراءة بالطاقة العامة اللي موجودة. هي ورقة، البعض منكم يا برج الجوزاء شوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس، أكو اهتزاز بالثقة عندكم. البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه، مقانع عن شكله بصورة عامة، حتى شلون نقول يعني أثر عليكم نفسيا. البعض منكم ممكن ما حاب حالة يعني شلون شكله أو مظهره بصورة عامة، كله هو ما مقتنع بيه، ده يحاول إنه يغير من نفسه. التغيير طبعا إيجابي، ولكن سبب التغيير هو شخص. هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حكاها، وهاي الكلمة هي اللي خلتكم إنه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقب، مع إنه برج الجوزاء مو من السهولة إنه شخص يأثر عليه بكلام، بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار. بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما أقول شبه معدومة وإنما مهزوزة، فهو ده يحاول إنه يجمل نفسه في سبيل إنه ثقته ترجع له، مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته الأحسن، لا، وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي حكى هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إليه. هذا الشيء غلط، أني ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما أقرأ، لأنه صراحة الورقة هواي شدتني. ف يعني برج الجوزاء انت مو يعني شخص قال لك كلمة أثر عليك كذا، اكو شخص قال لك مثلا انت ما حلو، او انه اكو اوه شنو هذا العيب اللي بيك. مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك. انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت له هذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عالية، انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل. فاذا اكو احد قال لك هيك كلمة، او ممكن تكون الطاقة بعد هي يعني هسه ما متحققة، ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحكي وياك هاي الكلمة، فاذا بعد هذا الشخص ما ظهر بحياتك وما حاكي او ما تصرف هذا التصرف انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجزء انت رحت وراه بعدين، انه هنا عندك طاقة مراقبة، راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية، فهذا الشيء سبب لك قلة ثقة بنفسك. انت العيب مو بيك، انت ما بيك عيب، ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك. اكو اشياء ما تنقاس بالشكل، تنقاس بالروح. ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء، محتاج انه يرجع ثقته بنفسه مثل الاول واكثر بعد. هذا الشيء كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي. هذا الشيء مأثر عليك، انت ما قاعد تقدر اساسا تبدا بدايه جديده، راح احكي لكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي. هسه خلونا نبلش بالطاقه العامه لبرج الجوزاء. طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبدايه، اول ورقتين لك وانا اخلط الاوراق و حبيت أركز عليهم لأنه حسيت أنهم مهمين. الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية، أنا أشوف أنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص، تحس أنه هذا الشخص عنده أسرار، هذا الشخص ممكن تحس أنه هو عنده طرف ثالث، بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث، وأنت أساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته. إن هاي الطاقة الحالية، فممكن أنت تكون كاشف هذا الشيء أو أنت متأكد منه، ولكن لحد الآن أنت ما لازم شيء بإيدك. فأشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية، طاقة مراقبة بحث للشريك،
لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته وشكك بمحله راح يكون، وأنت راح تكتشف هذا الشيء لأن هنا السفن اوف سورد مقلوبة، فهذا الحرامي انكشف، الورق انقلبت بعد، فالفترة الجاية أنت راح تكشف سر عن الشخص اللي أنت حاليا قاعد تدور وراه. الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية، عنده عواطف مكبوتة تجاهك، ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي أنت حاليا قاعد تدور وراه، لا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد، أو ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صار له فترة ويراقبك من بعيد، بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدأ وياك بداية جديدة، أو حتى يطلب منك بداية جديدة. أشوف أكو هنا عواطف مكبوتة، بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه هو يجي يحكي وياك الفترة الجاية، بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط، لأن أنت راح تكون بيه مجروح أو دا تعاني من انفصال مؤلم، فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت بيه أو دا تمر بيه حاليا، فلهالسبب أنت يعني سبحان الله هي الأوراق قاعدة السلسلة القصة انقرت بس من الطاقة العامة. أنت دا تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة، أنه أنت خايف، أنت مثل ما قلت لك أنت أوريدي طالع من انفصال مؤلم، أكون انفصال مؤلم، وحاليا أنت بطاقة الشفاء دا تحاول أنه تستجمع نفسك، ودا تحس أنه أنت مو غير قادر على أنه حاليا تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية، لأنه العلاقة اللي أنت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة، هواية اضطريت تحارب، هواية اضطريت تواجه ناس، هواية حاولت أنه تحافظ عليها، ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مو قد الثقة، لأنه أشوف أكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم كان، فلهالسبب أنت خايف أنه تفتح قلبك، أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء، عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بيك الأشياء اللي صارت قبل، فلهالسبب أنت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك، عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك بكل لحظة، أكو شخص راح يتركك، حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها، لا تتردد حاليا أنه يعني تاخذ خطوة جديدة. أنا أشوف فترة، أخذ فترة استراحة مثل ما نقول، حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه، كمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك. هسه احنا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحكي العملي، خلونا ننتقل للصعيد العملي. الصعيد العملي يا برج الجوزاء، اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل، اكو شغل ممكن احد كان وعدك بيه، وكنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائله، طبعا لان القراءه عامه فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقرار، فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمل يعني كنت تحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل. بالفتره الحاليه اشوف بعد ظروف الحظر والمعرفش، اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل، او نقول يعني شغلك في تراجع، قاعد يتراجع يتراجع يتراجع، هذا الشيء ده يأثر على نفسيتك هواية وده يأثر على بيتك على مصاريفك، فدا أشوف عندك تفكير كلش كبير بالعائلة. والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع، يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل، وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هواي قاعد تفكر، هواي تريد إنه هذا الموضوع يخلص ويتم، بس ما قاعد يتم، قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات، فإذا كنت أنت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني، فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك، وإذا كنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشيء متوقف، فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل، بس أنت ما قاعد تقدر إنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة. عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة، فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الأساسي على
البيت، موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع، هذا او حتى نقل من مكان لمكان. اكو نقله ولكن قلت لك اكو شويه تاخيرات. الامور خلال 6 اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقله او يعني كعقار منزل، خلال 6 اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك، واوريدي اكو موجوده نقله، فاكو نقله لك خلال 6 اسابيع. هسه خلونا نيجي على الصعيد الصحي. على الصعيد الصحي شوف برج الجوزاء، البعض من عندكم قاعد يعاني من الام بالاقدام ومؤثرة عليه هواية، وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل، أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل، بس الحمل راح يكون متعب. فاللي مطلوب منك بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل، المطلوب من عندك أنه تحافظين أو تديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع، يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة. فممكن أنه أما أنت كنت حامل، وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا، فهذا الشيء ده ينطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة، وحملك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملك جديد. فأكو حمل متعب راح يكون، اللي يريده من عندك يعني إن شاء الله ما يعني خير، لا تخافون، بس حاولي انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة، لانه هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل. هاي بالنسبة للنساء وللصحة. اما بالنسبة خلينا نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احد من العائلة، كأن يكون اخ او اخت، على الاغلب يكون اخ، صاير بينك وبينه كلام، او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخ يعني شخص من العائلة ماخذ منك حق، او انه هو حاكي عليك شي ظلم. المهم قاعد اشوف انه لك حق يم شخص من العائلة، وانت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك، منتظر من عنده انه هو يجي يصالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ماخذه من عندك. ولكن هذا الشخص اشوفه شويه كلامه حاد، فاحذر بعض النزاعات مع الاخوه خلال هاي الفتره يا برج الجوزاء، وخاصه على الاشياء ممكن تخص نقول اوضاع ماديه كورث، يعني اشياء تخص الماده بالذات. فاشوف اكو احباط عندك من ناحيه هذا الشخص اللي موجود بالعائله، بس الامور تبلش تتصلح بعد رساله وتدخل من شخص، اكو شخص راح يتدخل، ممكن تجيك رساله وراح تنحل، يعني هي مشكله ممكن راح تصير طفيفه بس تنحل بعدها، لا تخافون. خلونا هسه نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي. حكينا هوايه احنا ببدايه الفيديو على الطاقه العامه، هسه خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام. برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين. المنفصلين قاعد اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة، ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة، ما عندك القدرة، انت مواثق من نفسك زيادة، نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية، اكو تردد. ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دي يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت ما قاعد تعرف شو تريد. اكو هواي اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون وياك، دا يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك، لان عندك تردد، عندك مخاوف، عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بيها من الماضي. ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة، ممكن 6 شهور، ممكن 6 أسابيع. هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك، ما طلع من حياتك بسهولة، لا هو عرف أحد عليك، وأنت أوريدي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، وهذا الشيء اللي سبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية. أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية. نفس الوقت أشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يروحون منحى الاستقرار، منحى الزواج، انه هو ما يريد بعد يبقى سنجل، ما يريد يبقى يدخل بعلاقات فاشله يطلع من عندها مجروح، لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقه، هو دا يريد علاقه تتكلل توصل للزواج، علاقه جديه
علاقة غير متعبة، عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق. علاقة كانت كلها تعب، كلها مسؤوليات، وكان بيها طرف ثالث موجود، وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث، واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف. بس على الاغلب انت عارف، وهنا انا عندي اوراقه، انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث. هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة، مأثر عليك هواية ويجرح بالكلام. هذا الشخص يجرح بكلامه، يحب يسيطر، يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات. يعني شخص سلبي، انسان سيء، رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره. هو ممكن تكون طاقته شوية كبيرة، هنا أنا طالعة يمي، طالعة يمي طاقة الكوين، طاقة تينوفونت. فهو يعني من تشوفه هو شخصية، هو شخص تعبان على نفسه، ممكن عنده مسؤوليات، ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام. هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة، ويركز على العيوب. ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك، أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك. عنده هيك طاقة. أكو ناس تقلل من قيمتك وتصغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك، حتى انت تقول اوه هذا الشخص قاعد يحكي وياي وهو هيك وهيك شايفني، او انه يقنعك انه انت بيك خطأ، يقنعك انه انت مثلا ما تستحق انه واحد ينطيك قيمة عالية، وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها. طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي. واساسا هنا انا دا اشوف انه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت، فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان، كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة، والطرف الثالث هنا هو امرأة طالعة يمين موجودة. فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح الزواج، فانت هذا الشيء متعبك. بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بيناتكم القدر توقف عند عنها. فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية، لانه انا اشوف انه راح يحاول يتواصل وياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد، بس الرجوع ما راح يتم. يعني راح ترجعون، حتى لو حكيتوا فترة راح ترجعون تفترقون، لانه القدر اتوقف ان هو يدعم هاي العلاقة. العلاقة هاي توقفت خلاص، انتهت. بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشوها هنا، ود تقنعون نفسكم انه ماكو شي انتهى. هو ده يشوف انه ماكو شي انتهى، هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل اساسا موجود، وبعدها راح يحاول يجي يحكي وياك ويصالحك، يأثر عليك بكلمة كلمتين، يعني يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا، وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدي ويا شخص غيره، انه هو الشخص المناسب، وهو بس هو اللي رايدك، وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول، مع انه انت قيمتك اكبر. بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك. وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية بيناتكم، يعني يرجع يحاول يظلل عليك ويرجعك اله. ف هذا الشخص النرجسي اللي موجود واللي عنده طرف ثالث بحياتك، هذا لا تنطي فرصة. أنا أقول إنه اتركه، وأنت متردد إنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة، وأنا أساسا قاعد أشوف إنه أنت من الغلط إنه تبدأ بعلاقة جديدة هسه. فتروى وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك إنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك، رجعتها مرة ثانية، وحب نفسك أولا. يعني حب نفسك حتى الناس تحبك، هو أهم حب هو حب النفس. فما أقول لك تصير أناني ومغرور، بس يعني حب النفس شرط، لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك، لأن احنا كلنا طاقة. فأنت هسه الطاقة اللي تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقة بنفسك، شخص مهزوز، فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسة، هي الطاقة راح تسحبها. ما راح يجي هذا الشخص إليك، راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك، راح يصير بيك نفس الشيء اللي صار وياك ويا هذا الشخص. راح يحاول يرجع مرة ثانية، هو يسيطر عليك، يسيطر على مشاعرك، وبعدها راح هم يتركك، وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها. فأول شيء حب نفسك، راجع نفسك، رجع ثقتك بنفسك، حاول تسوي أشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة. بعدها ادخل بعلاقة و كمل حياتك طبيعي، ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع، لأنه أنا أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل وياك عن قريب. ففي حال تواصل وياك هذا الشخص اللي أشوفه أنه تقطع فورا، لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها، شيء لازم ينتهي، يعني صفحة لازم تنطوي خلاص. هسه قبل ما ننهي القراءة خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي. برج الحوت طلع مرتين، برج الحمل، عندنا هنا برج الثور، برج الأسد، برج السرطان،
برج السرطان مرة ثانية، الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية وهوائية، ترابية قليلة جدا يعني، بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، إن شاء الله القراءة الجاية أشوفكم بوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة. وتذكروا دائما الحكي اللي قلت لكم إياه بالبداية، حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك، لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك ما راح تلقى الخيار المناسب، ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره، راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط. فحب نفسك أولا وبعدين فكر بالناس إنه هي تحبك ما تحبك.